هذا سائل يقول: أحد الدعاة في بريطانيا يقول أن الله لا يقدر أن يفعل ما يشاء، ولكن يفعل ما يليق بجلاله، هل هذا القول صحيح؟ لا، هذا كذب على الله عز وجل. الله يقدر على كل شيء، إن الله على كل شيء قدير. اقرأ عليه هذه الآية، ما يقول فيها؟ إن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. فلا يلف ويروح من هناك ومن هنا، يمسك الآية يمشي عليها. نعم.